ولنقاش تطورات المشهد الليبي في ظل حديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب الصحفي نعيم العشيبي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك سيدتي. طلب مجلس النواب الليبي مفوضية الانتخابات بتحمل مسؤوليتها، كيف ترى تعاطي المفوضية مع الاستحقاق الانتخابي المرتقب؟ بداية سيدتي، كل المؤشرات تشير بأن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في الغالب لن تجرى نهاية هذا العام، وهذا أمر أصبح ربما واضحا ليس لدى الشعب الليبي فقط، بل ربما أيضا لدى رؤية المجتمع الدولي تجاه هذا الأمر. هذه نقطة أولى يجب تبيانها. نحن نعرف أن ليبيا لم تخرج بعد من سياسة المراحل الانتقالية التي ربما يراد لها أن تعيش هذه المراحل فترة لا نعلم مداها، وذلك بسبب عدم اتفاق المجتمع الليبي على الوضع القائم في ليبيا أو كيف ما يكون، أو بالأحرى يعني الدول الستة تحديدا. اليوم بدأ يلف الأفق وضوحا بأن الانتخابات على الأرجح إن لم تلغى فهي ستؤجل، وربما قد لا تجرى، ولكن هناك مفاوضات دولية كبيرة بخصوص هذا الأمر، قد تكون ما يسمى بمرحلة انتقالية أخرى تشهدها ليبيا تحظى باتفاق ربما دولي أو شبه دولي، كما كان اتفاق لجنة 75 لا سيما بمجيء استيفاني أخيرا، ولا سيما بعدم رضا كثير من الأطراف. نحن نعرف أن هذه الانتخابات جرت وهو مطلب ليبي أصيل، الشعب الليبي اليوم يريد انتخابات يعني يرغبها رغبة حقيقية للتغيير، ولكن يجب أن نعلم بأن هذه الانتخابات وإن صارت فهي لا تنبئ إلا على مرحلة صراع، ومرحلة صراع قادم قد يعني يجر ليبيا إلى سيناريوهات لا تحمد عقباها. نحن نعرف أن كل الأطراف اليوم ومهما كان يعني فوز طرف على آخر، نحن نعرف أن هناك أطراف متصارعة في ليبيا، هناك عملاء أو وكلاء لعملاء دوليين ومحليين وأقليميين، فبالتالي إن حدثت هذه يعني نتائج هذه الانتخابات لا تكون مرضية لطرف دون آخر، قد تؤدي إلى ليبيا إلى سيناريوهات، لا سيما مثلا عديد من السيناريوهات التي قد لا ترضي أو قد تفرض. قبل الحديث عن السيناريوهات والنتائج، كيف يمكن تقييم مواقف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي حيال محاولات إفشال الانتخابات أو تأجيلها؟ يعني مبدئيا نحن لا نرى الا يعني تصريحات وتصريحات حقيقيه من الولايات المتحده الامريكيه تجاه ضروره اجراء الانتخابات في ليبيا، ولكن الترشحات الرئاسيه التي حصلت من قبل اشخاص سيما سيف القذافي من عناصر يعني من اجل العقيد الراحل معمر قذافي وغيرها من يعني شخصيات ربما التي قد لا ترضي اطرافا ودولا، فبالتالي هناك نوع من الصراع. هذا الأمر يجبر كل الدول إلى ضرورة تأجيل الانتخابات أو ربما إلى ضرورة وضع اتفاق ستكون عليه ليبيا في القادم القريب. ماذا بعد تأجيل الانتخابات؟ هل يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين؟ يعني هذا السيناريو قد يكون طبيعيا وربما سيستمر، هي طاولة مفاوضات تنبئ عن مرحلة انتقالية جديدة، مرحلة انتقالية هشة يستمر فيها الشد والجذب. كل ذلك سيدتي يعود إلى أن المجتمع الدولي غير متفق إلى الآن تجاه استقرار ليبيا تحديدا، وهذا واضح جدا اليوم للعيان يعني لكل متابع لشأن الليبي تحديدا. يعني بالتزامن مع إمكانية تأجيل الانتخابات، وردت أنباء عن وصول طائرات شحن تابعة لحفتر كانت محملة بالأسلحة، ما مدى صحة ذلك وخطورته إن صح
على مستقبل ليبيا؟ بداية يجب أن نعلم أن الأطراف متصالحة، والأطراف القوية في ليبيا متصالحة، سواء كان يعني قيادة برقة المسمى تحت قيادة قوات عملية الكرامة، أو كانت قيادة الغرب. كل هذه الأطراف هي الآن في حال في طور التحشيد والابتداد، وفي طور يعني استجلاب الأسلحة والمعدات. لا نعرف، قد يكون سيناريو الاقتتال مستبعدا نوعا ما، لأن الشعب الليبي اليوم لا يرغب بعد أن دفع هذه الضريبة الضاهظة في القتال وفقد أبنائه، قد لا يرغب في القتال مرة أخرى. ولكن هناك سيناريوهات قد تكون يعني واردة الاحتمال في ليبيا عقب 24/12. من المستفيد من إفشال العملية الانتخابية، ولماذا لم تنجح مبادرات بناء الدولة وإنهاء الحرب الأهلية؟ طبيعي لم تنجح مبادرات بناء الدولة، لأن لم يكن هناك اتفاق حقيقي بين الليبيين على إنشاء دستور حقيقي يستمر به الليبيين لقيام دولته، وهذا أمر طبيعي، إضافة إلى سياسات الدول الإقليمية تجاه ليبيا. هذا أمر واضح، نحن نعرف اليوم تدخلات كل هذه الدول في ليبيا واختلاف سياساتها فيما بينها. ما لم يتفق المجتمع الدولي على استقرار ليبيا، فلا أظن أن هناك استقرارا يلوح في الأفق تجاه ليبيا. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي نعيم العشيبي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.